وفاة القائد التركي أرطغرل. في هذه السنة توفي القائد التركي أرطغرل، هو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. كان قائداً على 400 فارس من قبائل أغز التركمانية، تدخل بهم لمساعدة سلاجقة الروم في حروبهم ضد البيزنطيين، وتلقى مساحة كبيرة من الأرض في منطقة جبلية بالقرب من أنقرة من سلطان السلاجقة الأتراك علاء الدين السلجوقي. قام أرطغرل بضم قرية سوغد مكوناً إقطاعية خاصة به، ثم أصبحت هذه القرية عاصمة للإمبراطورية العثمانية تحت حكم عثمان الأول بن أرطغرل. وبعد وفاته قام السلطان علاء الدين السلجوقي بتنصيب ابنه عثمان الذي ينتسب إليه العثمانيون.